أول شيء بدنا دجاجة مقطعة بالعظم، يعني 8 قطع. بدنا نص كوب حليب، بدنا معلقة كبيرة خل، ملح وفلفل أسود، معلقة كبيرة مرمية ناشفة، رشة زعتر بري، نص معلقة بابريكا، هاي لتتبيلة الدجاج. هلا قبل الشوي بدنا نحط عليهم كوب طحين، كوب قرشلة، رشة بابريكا، ملح وفلفل أسود، وكوب من الزبدة المتومة اللي هي الدب بدنا نعملها جنبها، نص كوب لبن زبادي، 3 سنان ثوم مهروس، معلقتين كبار مايونيز، رشة ملح وفلفل أسود، معلقة كبيرة زيت نباتي، ومعلقة صغيرة خل. أوكي. نجيب طبعاً الدجاج مغسول ومنظف ومصفى وزي الفل، بدنا ننقعه. تمام؟ أوكي. هلا بالبيت بدنا ننقعه فترة قبل ما ننقعه 6 ساعات. 6 ساعات بأي نقعة؟ هلا بدنا نحكي شو هي. بدنا نحط له حليب. الحليب بطريه صح؟ بطريه. وبدنا نحط له شوية زعتر بري. خليني استعمل معلقة، تفضل. مع اني ما مسكت الدجاج بس يعني. هلا بدي احكي لك كمان على شغلة، هاي الميرمية. طبعا بالنسبة لل ليش الميرمية الناشفة؟ بتقيم أي طعم. الدجاج بيطلع بجنن، بيطلع بشهي، وما بتستطعم بميرمية، بتستطعم بشي زاكي، عرفتي كيف؟ خل طبعا شوي حلو، والخل كمان والخل زاكي، وشوية بابريكا، بابريكا زاكي. هلا بالنسبة للبهارات الأعشاب، شو ما بدهم بقدر يحطوا، بده يحطوا كزبرة، بده يحطوا ايش ما بدهم، أعشاب ناشفة عندهم يحطوا، بتعطيهم طعم دجاج زاكي بس ما بتخرب على الطعم حلو هذا. بعدين بنحركهم مع بعض، نتركهم 6 ساعات بهاي ست ساعات. هلا انا شو بعمل عشان اضمن انه يضل هذا، بحطهم 6 ساعات بكيس. ايوه بسكر الكيس، عرفتي كيف؟ وبالثلاجه هيك بتلاقي بغطي اصلا كل اجزاء الدجاج. فهلا عندنا هون عندنا الدجاج اللي اصلا متبل، ف ياكم تشوفوا الفرق بس باللون بين هذا الدجاج وبين هذا الدجاج بعد ما يتبل. معلش انا لففته كوفلتين عشان اول شيء بخاف يسيل بالطريق، وبخاف كمان يطلع لبرا على الاكل الثاني. برافو، ضلوا جاهز طبعا لانه انت معك حلو معك اهم شيء يكون كله مغسول عشان اعرف اتعامل معه. اذا هلا الجزء هذاك منقوعه خالص. هلا نحن نقعناه، وهي هاي اللي هلا نقعناها، وعندنا هاي المنقوعه وجاهزه. بدقيم هذا واغسل زي ما هي هيك، بنربطها وبنحطها بصحن طبعا وبالثلاجة. بس بطول صحن بدنا هلا نحط الطحين، القشرة، طحين مطحونة ورشلة. بيقدروا يستعملوا في نوع قرشلة اسمه بانكو، كتير منيح، بعطيها قرش زاكي. أيوة. اذا ما لقوا منه قرشلة عادية حتى بتطلع بتجنن. ملح فلفل اسود، فلفل اسود ورشة بابريكا. كتير بلاقي الفلفل الاسود ضروري مع الدجاج صح، بلبق كتير. طعمه كتير زاكي. والبابريكا زاكي، والبابريكا كمان شوية بابريكا، شوية بابريكا. حرة هاي ولا كيف؟ لا هاي عادية. مش حرة. اوكي، هدي الجردات. هلا كمان صبح، تفضلي. بنغطهم غطى بال ابو خليل نعامني كمان بصبح علينا. بعدين شو كمان؟ غطى بالخليط الطحين، وغطى بالزبده. مضطرين قاسميه بصبح للاسف. يسعد صباحها. هذا مضطرين نحط زبده بزبدة. بس ولا القلي ايش حطيتي؟ اول طبقه او زبده ثاني طبقه؟ اول طبقه منه من خليط الطحين، بعدين بنحطها بالزبده وبنرجع بنحط كمان طبقه. كمان هاي بتخليها ايش، تضلها تقرص كرنشي بتجنن. حلو حلو. وبعدين بنحط ورق قصدير، انا معهم بكره كمان. بنصبح على غادة التلي، وان شاء الله بتروح ترجع بالسلامه. انت رح تكوني كمان معنا بكره؟ معكم بكره سهلة. ان شاء الله هيك اكون ضيفه خفيفه عليكم. صفاء ساري صباح الخير، سلم عليكم. وبعدين محمد ابو زريق، اوكي يسعد صباحكم كمان. بس هلا بدنا نعمل شو اسمه، هلا بدنا نعمل المتومه. تمام. انت كمان عم تقدري عملتي لنا جنبها بطاطا مقليه وكاتشب. كل المطلوب يعني. هلا انا هون ضعفه طبعا الثوم، بس لانه احنا كثار بنحط خلينا اقيمها شوي، تعرفي كثيره
ايش هذا؟ مايونيز؟ هذا مايونيز. اوكي بس انا عامله درب اثنين عشان احنا كتار. اوكي هلا بنحط لها اللبن. اذا هي المتومه فيها نص كوب لبن زبادي، 3 ثوم مهروس، معلقه كبيره مايونيز، رشه ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره زيت نباتي، ومعلقه صغيره خل. اكيد طبعا المايونيز هون اكثر من معلقه. احنا احنا هون مكثرين الكميه، تقلنا شوي بس الخل ضروري. وعندنا زيت الزيتون، وعندنا رشه ملح، تطلع زاكيه، ورشه فلفل اسود. هيك تكون متومتنا جاهزه.